وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكدت إيمان الألفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الخروج بتوصيات لصالح القاصر. جاء ذلك في أعقاب اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية مسائل الوصاية على المال. فعلا إن الكل كان بالإجماع شبه موافق على إنه لازم يكون في صندوق خاص بأموال القاصر واستثمارها، وهذا الصندوق يكون سيادي للدولة، وعلى أن يتم يعني زي ما بنقول إيه دفع جزء من أو يكون له نسبة في هذه الأموال لإدارته، وده أمر مشروع. وعلى فكرة برضو جميع الدول الشقيقة بدأت في عمل هذا، السعودية عملته بس سميته هيئة لأن هي قانونها بيتيح بالهيئات. فهذا الصندوق مع الوقت ومع تقادم هذا المال لما يخرج زي ما قلت هذا الصغير ويبلغ أشده ويبدأ إن هو يحصل على هذا المال، هيلاقي حاجة يقدر يتسند عليها، حاجة توفر له سبل حياة كريمة اللي بيدعو ليها الرئيس. فالحياة الكريمة بس مش في تطوير القرى، الحياة الكريمة في ضمان عيشة سوية، عيشة مطمئنة لهذا الشاب بعد أن يبلغ أشده ويحصل على هذا المال.